شباب وأمريكا. مي نوت توك يو. ايش في يا خبل انت؟ ايش في؟ انا بس حبيت ساعده لشباب لانه عربي ومعتر ومسكين. اسمع يا مان، انا ام ريدي. يو شرب مان، يقول انتبر شباب. بالله انه يقول انتبر. لك يخرب بيتك، بدك تهرب من هون؟ شباب انت ليش سيب امريكا؟ وش قال عن امك يا جوليا؟ انفخي شريم، قال ماما برتم، قال ماما برتم. نازرة عليك بستان ورود، ثم نصفق راسك في جرف. يا لا 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 لا. شباب قهوة جاهز. طيب يا جوليا، طيب خلني أسقي الزرع هنا. لا تتأخر خبيبي. طيب بقفل الموية واجي. اللي يسمعها يقول ضبطنا الدلة ذا الحين. شكرا شباب، ريحتني اليوم من ساقي الهديكة. ما سويت إلا الواجب يا أمي القانونية. تفاد القهوة شباب. باليمين كنت أسروها باليمين. ما أدري ليه الفنجال يا جوليا، ما تعرفين أنت إنها باليمين؟ أوف شباب. طيب بعدين هذا اسمه ماج مو فنجال. متى؟ نعم؟ قصدي تصدقين يا جوليا، يعني الحمد لله أني جبت معي هيل وجنزبيل ولا قسم من قهوتكم فيه إنها ما تنشرب. خالي أنا ساكت شباب ومسكر حلقي. لو عليك كان جبت معاك قشر ودقيق كمان عشان تسوي قصيدة. واو، ايش في مام؟ أندري ريو. ايش في هو؟ عنده حفلة في أمريكا. واو، مو معقولة. بسم الله الرحمن الرحيم، وش بك يا حرمة؟ شبا شوبي، في حفلة لأندري ريو، ضروري ضروري نخضر هي. ماذا لو مش حفلته؟ من وانا مدردر ذي؟ أندري شباب، أندري أشهر موسيقار وعازف كمانجة في العالم. والله لو يقصد ويعرض مثل خالي جمعان والله ما أحضر له. شباب خلي خداري أنت، خلي خداري. لازم تتعرف على هو وتسمع هو، أنا متأكدة هو رح يعجب أنت. لا أسمعه ولا يسمعني، وحفلات ما بحضر. والله لو طلق عليها أندرير ويذي ويذي أني ما حضرت. بنشوف شبابي. طيب شباب ألبس هذا ولا هذا أحسن؟ أقول لك أنا ما بحضر الحفلة هذه، وانت تقولين لي ألبس هذا، يعني تعنديني يعني يا جوليا ولا إيش؟ شب شو بنتي، أنا ما أعاند أنت، أنا وأنت نخب بعضنا، أنت زج أنا وأنا زج أنت. بس هذا أندري ريو، هذه فرصة عظيمة شباب، فرصة عظيمة. خبلة والله العظيم إنك بقرة. أنا محمد عبده، هو محمد عبده بكبره، ما حضرت له ولا حفلة واحدة إلا في قرية المفتاحة. تبغى إني أحضر للمدردري ذي الأفدق حقكم ذي؟ شباب لازم تناوى أفكار مال أنت وموسيقى وتتعرف على ثقافات مختلفة. تذكر كوك ستوديو؟ التنويع خلو شباب، يعني مرة محمد عبده، مرة أندري ريو وكذا يعني. ما يحتاج، أنا أتعرف يعني وراضي باللي يعرفه، وما أبغى أعرف خرابيطكم هذه. شب شو بيتي، مو أنت تقولون الموسيقى شي جميل وراقي؟ الموسيقى لغة الروح. وأنا من أول ما جيت أمريكا أبغى أعرف أنت على كل فنون والسينما ومسرح وخفلات موسيقية حق الله أنا يعني. تعرفيني عليها؟ طيب إذا يعني أذا الحين أنا عرفتها وش بيصير؟ كلها مضيعة وقت بس. نو شباب، مو مضيع وقت، هذه أشياء تخلي إنسان راقي وتشوف عالم بطريقة مختلفة وتعيش حياة بطريقة يعني كيف يقول قاسم يا جولي، أنك صدعتي راسي بكلامك هذا اللي ما منه أي فائدة. خليني أتمدد شوية إلين عظامي تهدى كذا. أبرك والله أنها من خرابيطك ذي. شباب كلم أنا، شباب
أنا لازم أحضر حفلة ومستخيل مستخيل والثلاثة مستخيل أفوت هي. أقول لا، روحي مع أمك بس وفكيني. نو أنت بعد لازم لازم تروح. أنا قلتها كلمة واسمعيها زين، أنا ما ألعب في هذه الأمور، ماني رايح يعني ماني رايح. والله بنشوف. أقول لك يا جوليا، وين أمك لا نضيعها في الزحمة هذه؟ نو شباب حبيبي، ماما بتجي بعدين على الطريق. شباب أنا مرة مرة متحمسة ومبسوطة عشانك، رح تقدر حفلة أندري ريو. وأنا متأكدة حبيبي رح نرجع السعودية ورح نتكلم مع أصحاب أنت عن هذه حفلة وعن مقطوعات جميلة جميلة اللي رح تسمعها. أقول لهم على المقطوعات؟ قسم لي يقاطعوني. أقول امشي قدامي نسمع المقطوعات، الله يقطع اللي يطاوعك. بس ليش شباب؟ بس كذا تدرين أني من يوم رحت حفلة محمد عبده في المفتاحة ما قدرت أقول له لأني بحضر الحفلة، قلت له من عندي شغل ضروري في أبها، وقسم كل ما قربت الكاميرا مني أني غطيت وجهي بالغطرة. أوه شباب that's too much. مات ماتشي شعري كول. شباب وأمريكا، تمثيل ياسر الشمراني، سيلفا صبرة وعلي القيسي، تأليف سعيد الأحمد وأمل الحامد، إخراج حسني أبو زهرة.